الهدف الأول لمنتخب البحرين من ركلة حرة جميلة. الهدف الأول، لاعبين البحرين يحتفلون، شوف الإعادة هاي، هنا حالة الركلة الحرة من التنفيذ وبالزاوية، وهدف جميل، هدف جميل من ركلة حرة. إذن المنتخب البحريني يتقدم على منتخب الإمارات بهدف واحد للا شيء. وهذا الهدف الثاني لمنتخب البحرين في مرمى الإمارات، أيضا هدف جميل وملعوب من خارج منطقة الجزاء. يعني الهدف الأول إجا من ركلة حرة، والهدف الثاني تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء. إذن البحرين 2 الإمارات لا شيء.